السلام والاحترام ويا أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد. إن شاء الله في مقطعنا هذا سوف أشارككم جميع تسريبات يوم الاثنين المضمونة 100%. سوف نتحدث عن الباكات والهدايا إن شاء الله. كالعادة أتمنى منكم إشراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كل هذا تشجيعا لي للمزيد من المقاطع إن شاء الله مستقبلا. أما الآن يا إخواني الكرام سوف ننتقل. بالنسبة للأحداث سوف تظل نفس الأحداث حتى ليكون المقطع طويل، سوف ندخل مباشرة يا إخواني الكرام. وكالعادة يا إخواني الكرام الهدايا، ليس هناك أي هدية تكون يوم الاثنين، بالنسبة للهدايا يكون لها تجديد يوم الخميس، لأن الكثير منكم يكتبون لي في التعليقات هل هناك هدايا يوم الاثنين. ليس هناك أي هدية أخي الكريم يوم الاثنين، ما هذا هدايا تسجيل الدخول الأسبوعي التي نحصل من خلالها على 50 كوينز. أما بالنسبة يا إخواني الكرام للباكج، يعتبر من أقوى الباكجات داخل اللعبة إن شاء الله، هو باكج أسطوري يا إخواني الكرام، سوف يكون حاضر معنا أي يوم الاثنين، يتكون من أقوى اللاعبين. سوف تقوم اللعبة بإضافة يوم الاثنين باكجين داخل اللعبة. أول باكج بالسريع سوف أذكر يعني أقوى به، باكج يتكون من 11 لاعب خاص بمنتخب كولومبيا، وأولهم هو كوادرادو في مركز RMF بليفل 98، ثم باريوس هو اللاعب التالي في مركز DMF بليفل 97 داخل التشكيلة، رودريغيز هو اللاعب التالي في مركز IMF بليفل 96، ثم نجم هذا الباكج ودياس في مركز LWF بليفل 99. أما بالنسبة لباقي النسخ سوف تكون النسخ ضعيفة يا إخواني الكرام. أما بالنسبة للباكج الثاني والأهم داخل هذا المقطع إن شاء الله، يتكون من 20 لاعب يا إخواني الكرام، وأول لاعب سوف يكون حاضر معنا هو كلوستيرمان في مركز سي بي بليفل 95، ثم بيريج هو اللاعب التالي في مركز سي ام اف بليفل يصل الى 94، ليفاكوفيتش هو اللاعب التالي في مركز جول كيبر بليفل 96، دوميفريس هو اللاعب التالي في مركز الار بي بليفل 97 داخل التشكيله، ثم ويلسون في مركز سي اف بليفل 95 داخل التشكيله، كالهانوغلو في مركز سي ام اف بليفل اتوقع هذه النسخه تصل الى 98، ثم لابورتي في مركز سي بي بليفل 97 داخل التشكيله، زيلينسكي في مركز سي ام اف بليفل 97، ثم اللاعب التالي هو لوكاكو في مركز سي اف بليفل 97 داخل التشكيله، فيدال في مركز دي ام اف بليفل 96. ونجم هذا الباكج والكثير منكم ينتظر نسخه لدون كريستيانو رونالدو في مركز سي اف، اتوقع هذه النسخه تصل الى 100 داخل التشكيله.